السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما عرفتش واش كاين شي واحد ولا مازال. السلام عليكم البنات. طعم مازال ما كاين حتى واحد. سلام، اهلا هديل، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اهلا خديجه سعيده، عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اميره، فعلا هديل هي اول من جلبت، مرحبا بك هديل. اهلا صفاء الروح، صافا لاباس عليكم. نسرين، صافا الحمد لله، الله يبارك فيك. فاطمه، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ياسر، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. احب زوجي، سلام حبيبتي على سلامتك وصحتك. سلام حبيبتي ياسمين ريتاج، مرحبا بك. ساره اهلا، قناه يوميات اهلا، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام حسن بابا، سلام اختي عايده، انا نوال من المغرب، انا متابعك، ربنا يجازي كل خير، مرحبا بك نوال. اهلا حسيبه، اهلا بنتك يا عراق، مساء العسل على احلى عايده ومساء العسل على احلى بنت العراق. حروف ومعنى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الياس عبد الاله، هل الليمون المجمد ينفع للرجيم؟ الافضل انه يكون طري، ولكن اذا لم يتوفر ممكن استعمال المجمد. دائما الاشياء ملي كتكون طريه كتكون اكثر جوده واكثر فاعليه. نسرين، الحمد لله، سيفو بلي غدا الريجيم درتيه من قبل ولا نو؟ هذا السؤال هذا بلا ما تسولوه ليا البنات، لان اي ريجيم حطيته انا درته من قبل، باش نتفقوا على هذه النقطه. هادي شكرا عايده حبيبتي، لا يخطيك هادي، مرحبا بك، انت الاولى اللي جيتي عندي، انت الاولى اللي انت الاخرى اللي غتمشي. ميلي، سي فو بلي، سي كوا لو ريجيم؟ وبلاتي علينا، بلاتي نهضرو شويه ونتكلمو شويه. حسيبه، صحا عيدكم، توحشناك، وين رحتي؟ والله مازال ما رحت لوالو حتى بلاصه، كنت غير كنت الناس يعني خارجين كونجي اللي معايا في الخدمه، وانا كنت كندير لانتيريم، دونك ما كانش عندي الوقت حتى فين نحك راسي، داكشي علاش غير سمحوا لي على الغيبه. ياسر، صحا عيدك وكل عام وانت بألف خير. شكرا حبيبتي. أميرة عتقيني، بغيت نضعف، غنضعفو كاملين. ميرو، سي فو بلي سي كوا لو ريجيم؟ اون بارلي دون كيلك مينوت. حسن بابا، وصفات كلها طوب، لهلاه ختك، شكرا، هذا من فضلك ومن من من طيبوبتك انت اللي كتشوفي ان كلشي جيد وطوب. الياس، شكرا، العفو. شنافة خيرة، أهلا خيرة، سلام حبيبة، كيف الحال؟ الحمد لله والشكر لله، في نعمة والحمد لله. ما دمنا بصحة جيدة نتكلم نرى نسمع، الحمد لله ونشكره على النعم ديالو الكثيرة. سارة، صحة عيدك حبيبتي وعيدك حبيبتي. أميرة وشالاد، أنا كنردع، رجيم المرضعات موجود على القناة، وخسروا به البنات أكثر من 16 كيلو في أسبوعين. نسرين، حمادة، وشحال راه نقصوا من هذا الرجيم؟ كاين في العنوان حبيبتي. ناروم، السلام عليكم، بس سؤال، لو سمحتي، ما رأيك برجيم البطاطا لمدة 3 أيام وأرز 3 أيام، هل هو فعلا ينزل الوزن؟ أولا أنا لست دكتورة، أنا كوتش في التغذية. ثانيا، رجيم البطاطا هو رجيم ناجع جدا، فعال جدا لكسر ثبات الوزن، وكنظن ان الا شفتي الرجيم في القناه فهو عنده واحد الفاعليه كبيره جدا، ولكن رجيم الارز 3 ايام ما عمري جربته وما نجربوش، لان يعني ما قريتش عليه، ما خديتش عليه دورات، وبالتالي ما يمكنش نتكلم في واحد الحاجه اللي ما كنعرفهاش. اما رجيم البطاطا فهو جد فعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، قناه يوميه سلمى. بالحيل زهره، نقصت بالصح
مازال الارداف واش ندير؟ ريجيم الارداف موجود في القناة، حاولي انك تطبقيه. وريجيم الارداف ما فيهش غير ريجيم، بل فيه ايضا مشروبات حارقه تقدري انك تستعمليها، وايضا زيوت تدهني بها المنطقه ديال الارداف، وتقومي بحركات رياضيه موضعيه لهذه المنطقه هذه. طلوع ونزول الدرج مفيد جدا لخسارات الارداف، وايضا النط على الحبل او القفز على الحبل ايضا رائع جدا للارداف. سعيدة، عندي مشكل في الكرش، رجيم البطن موجود على القناة معه مشروبات حارقة للبطن، زيوت خاصة للدهن، وأيضا حركات رياضية موضعية. البنات حاولوا انكم تقلبوا شويه في القناه، ترى فيها جميع انواع الرجيمات اللي يعني ممكن انكم تحتاجوا، رجيم الارداف، رجيم المرضع، رجيم البطن، رجيم الغده الدرقيه، رجيم تكيس التكيس المبيض، يعني فيها جميع، رجيم السكري، فيها مجموعه 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 من الرجيمات. الوغ هذه سميره، صحه كيما تشربي الماء سخون على الفراغ صباح يضعف؟ لا، لان الماء كيفما كانت حرارته شربتيه سخون ولا بارد، المعده قبل ما كتوصلوا يعني قبل ما كيوصل المعده كيدخل الجسم تيولي بحراره الجسم، يعني شربتيه بارد ولا شربتيه سخون غادي يوصل المعده بالحراره ديال الجسم. دونك هذيك غير كلام خاوي، شربيه بارد او سخون اللي كتفضلي، ولكن انا كنفضل انه يكون دافي، ما هو بارد بزاف ما هو سخون. صحة عيدك من الجزائر نسرين حمادة، ميرسي بوكو، صحة عيدك تنتي من المغرب. خديجة، شي حل الأرداف؟ يلا تكلمت على الأرداف، نط الحبل، صعود ونزول الدرج، وتطبيق الرجيم الموجود على القناة مع المشروبات الحارقة والزيوت الموضعية لدهن هذه المنطقة. ليلى، نروم نروم، والله أنا هني غدوة ان شاء الله راح نبدا. عفوا ليلى ما فهمتش شنو كتبتي حبيبتي. بنتك يا عراق، ست عايده، ممكن تعملي فيديو عن اللف التنحيفي من عيوني بنتك يا عراق؟ نديرو حبيبتي، رغم انني تكلمت عليه في رجيم الارداف ورجيم البطن، تكلمت على زيوت معينه تقوموا ب يعني دهن ديالها على منطقه الارداف او منطقه البطن، وتقوموا بلوي او لف الفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي على المنطقه اللي درتو فيها الزيوت، وتقوموا بحركات رياضيه او فقط الاشغال المنزليه. حسن بابا، انا ضعفت من فوق ولكن الارداف مازال، تبقي رجيم الارداف والزيوت اللي قلت ديال دهنوا بها حبيبتي. ميلي ميلي، انا راني 107، راني نو ما تقوليش على راسك هكاك ميلي ميلي، لا لا حبيبتي، موجود الحل، رجيمات ورياضه، وان شاء الله توصلي للوزن اللي بغيتي. الوغ، احب زوجي، حبيبتي درت ريجيم بطاطا، نقصت 2 كيلو، نقدر نكمل به فتره طويله ولا نبدل الريجيم؟ لا حبيبتي، احب زوجي، ريجيم بطاطا فقط لمده 3 ايام لا اكثر، وكيتعاد مره واحده في الشهر. وبالنسبه لريجيم اخر ممكن انك تقومي بريجيم اخر بطبيعه الحال باش يعني تنوعي، قومي برجيم 7 ايام او رجيم 12 كيلو الصاروخي، رائع جدا. الوغ حبوبتي سنفوره، سنفوره اهلا سنفوره، حبوبتي اليوم بديت رجيم ماء لحد الان راني صايمه 20 ساعه، واش رايك فيه؟ جيد رجيم الماء، الا بغيتو نديرو عليه حلقه نديروه، كملي فيه ولكن ما تعديش فيه 3 ايام، 3 ايام على اكثر تقدير. ناديه، سلام، الرجيم كلهم زوينين، شكرا حبيبتي. ليلى، لا رجيم بطاطس 3 ايام، نعم رجيم البطاطس 3 ايام لا اكثر. ياسر، العيد هذا طار الرجيم عندي، ماشي مشكل، ممكن اننا نعوضه من بعد العيد. نروم نروم، شكرا جوابك، الله يجازيك الف خير. حاسيب اختي، عيد غير رجيم البطاطس اللي نقص فيه وليت نحبه. لا لا، ما خصكش تعيدي كل ساعه حبيبتي، لان الجسم غادي يتعود عليه وما يبقى ينقص على حتى شي رجيم اخر، ففقط مره واحده في الشهر. الله يخليك حاسيب، حاسيب ادريس كلثوم، تبارك الله عليك، الله يخليك حبيبتي، شكرا، الله يبارك فيك.
شعلا، شكرا أخت عايدة، وجميعها ممتازة، بس بدنا ريجيم جيد لمريض السكر والضغط. ريجيم السكر موجود على القناة، يعني ممكن أنك تشوفيه، راه رائع جدا. ليلى مرسي حبيبة، العفو حبيبتي. أميرة، واش نقدر ندير ريجيم بطاطا واخا كنرضع؟ لا، ريجيم البطاطا غير منصوح به للمرضع. ريجيم موضوع المرضع موجود على القناة، وبزاف ديال البنات نقصوا به حتى 16 كيلو في أسبوعين. نبيل نبيل، عيد سعيد، عيدك أسعد، شكرا لك. سكينة داهر، بغيت نسولك على ريجيم ديال الماء، واش مزيان؟ ريجيم الماء مزيان حبيبتي، على ألا نتعدى فيه واحد المدة معينة، وأنا كنفضل أنه 3 أيام كافية جدا، خاصة بالنسبة للناس اللي ما متعوداش على الريجيم، لأنه كيسبب الدوخة، كيسبب الغثيان، كيسبب العياء، يعني عنده بزاف ديال الأعراض الجانبية اللي احنا في غنى عنها، خاصة أن الناس كيكونوا غاديين يخدموا ولا عندهم شي التزامات، فكيحسوا بدوخة، كيحسوا بعياء. ما تفوتوش فيه 3 أيام، ولكن هو ريجيم رائع جدا. ليلى نونا، ممكن سؤال عايدة، على أي ريجيم راهي تهدر؟ ريجيم الماء هو ريجيم يعتمد فقط على الصيام وشرب الماء فقط، الصيام وشرب الماء فقط. خيرة حبيبتي، عندي بروبليم في الفونتر، واش ندير؟ الله يفرحك حبيبتي خيرة، غادي تدخلي للقناة وصفات عايدة، وغادي تكتبي في محرك البحث ريجيم البطن، غادي يخرج لك الريجيم اللي غادي تتبعي مع كريمات غادي تدهنيهم او زيوت غادي تدهنيهم، وايضا مشروبات حارقة تتبعي، وغادي تلقاي نتيجة جيدة جدا. نبيل نبيل، انا الايام هادي راني نصوم، واش ريجيم ندير؟ ديري ريجيم ديال الحجة في الصيام، رائع جدا، طبقيه وغتلقاي نتيجة هائلة جدا. جنى، انا عندي الكرش هي اللي بغيت نحيدها، تبعي ريجيم البطن موجود في القناة. بيداء، المشي مع الماء يساعد على حرق الدهون؟ نعم، المشي مع الماء يساعد على حرق الدهون، لكن لابد من نظام غذائي جيد، لان الا غير تمشينا وشربنا الماء وجينا كناكلو في الشوكولات وكناكلو في المقليات وكناكلو في الدهون، ما كاين ما حرق الدهون. نادية، كنت زين 83 كيلو ودابا كنوزن 62، بقى 7 ونوقف، بالتوفيق حبيبتي نادية. زهرة البنفسج، اهلا حبوبتي، صحة عيدك وعيدك حبيبتي. بنتك يا عراق، تسلم عيونك الحلوة حياتي، هلا خدتك عليا بنتك يا عراق حبيبتي، انت غير تأمري وانا ننفذ. أميرة، السلام أختي عايدة، عيدك مبارك حبيبتي. عندي سؤال، كنت مرة جاوبتي على سؤال يخص التشققات في البطن، وقلتي كاين زيت شريتيه في فرنسا، ممكن تقولي لي عليه؟ ومنين شريتيه حبيبتي؟ راه وريته حبيبتي في أميرة. أولا أهلا أميرة، وعيدك مبارك سعيد، بصحة وسلامة وكل ما تتمناي. نتمنى العائلة تكون على خير في الجزائر، ونتمنى تكون خليتهم بألف خير وفي أحسن الأحوال. كنت وريته في رجيم السكري، دخلي رجيم السكري وغادي تشوفي لا فوتو ديالو، هو سميتو بي أويل، رائع جدا، اللون ديالو برتقالي أورانج، وغادي نعاود نخلي لكم لا فوتو ديالو إلا ما كنتيش شفتيه مزيان. هندو بليدا، واش رايك في ريجيم ثلاثي؟ واذا مليح نقصوا اكثر من 3 كيلو في الاسبوع؟ ريجيم صاروخي الثلاثي راني وضعها في القناه حبيبتي، ماشي مشكل خسرت اكثر من 3 كيلو في الاسبوع، ماشي مشكل، خاصه في البدايه ديال الريجيم كيكون الجسم كيحرق كثير، ممكن نوصلوا 5 6 على حساب الوزن، كل ما كان الوزن اكبر كل ما كانت خسرت الوزن اكثر. ايضا شانا وسعيدة، احنا من سوريا نحب كتير، وبدنا رجيم جيد لمريض السكر والضغط. اهلا شلان، وانا نحبكم كتير ونحب جميع اهل سوريا الشقيقة، ونتمنى لهم الخير يا رب والصحة والعافية، وان شاء الله غادي ننزل لك الرجيم اللي بغيتي قريبا. هديل، هل اللحم اللي ناكلوها في العيد تزيد في الوزن ولا عادي؟ اكيد اكيد تزيد في الوزن، لحم الغنم او الغنمي مليء بالدهنيات والدهون، ناكلو باعتدال، وحبذا لو تكون غالبا مشويه على الفحم او مبخره، لان الا كنديروها في المرقه كتطلق الدهون ديالها في ديك المراقي والخبازات، وكنوليو في المشاكل. البنات ديروا لايك باش ما يقطعوا ليناش لو لايف، باش نجاوب على اكثر عدد من الاسئله ونكلمكم على الرجيم الجديد. الو، فين وصلنا؟
زهرة البنفسج واختك من الجزائر، من فضلك لو تعطينا مشروبات حارقة للدهون. موجودة على القناة حبيبتي مجموعة من المشروبات الحارقة للدهون، مشروب خل التفاح، مشروب الكمون، مشروب القرفة، مشروب الكاكاو، مشروب الكركم، ولكن المفضل عندي هو مشروب الكركم. غادي تدخلي للقناة وصفات عايدة وتكتبي في محرك البحث مشروب الحارق للدهون وغادي يعطيك جميع المشروبات. ما هو رجيم البطاطا بشرى دلوي؟ هو رجيم يعتمد فقط على البطاطس واليوغورت أو الزبادي بدون سكر لمدة 3 أيام، وجبة كميات متنوعة خلال اليوم ونتيجته الرائعة. ليلى زهرة البنفسج حبيبتي، سنفورة، أنا راح صوم يومين وأفطر يوم وبعدين أرجع صوم يومين وأفطر باليوم التالي لمدة أسبوع، بعدين أسبوع اللي أتي أمشي على أكل صحي وبعدين أرجع له بأسبوع، شو رأيك هيك صحيح أو لا؟ أنا يعني طريقة ممكن أنها تكون صوم يومين وإفطار يوم واحد، هي طريقة صحية معتمدة في مراكز صحية كبرى، ممكن إذا ما يعني قدرت عليها طريقة جيدة. نادية شطيبات، شكرا أختي عايدة، العفو حبيبتي. جنة، فين نلقى رجيم البطن من فضلك؟ على قناتي أمي غنسالي، نخلي لكم الرابط أسفل الفيديو. ليلى نونا رجيم البطاطا، ليلى نونا خدامة معايا مساعدة، خصني نعطيك نبقى نعطيك الكلامونيطة ليلى تجاوبي مزيان. يا زيد يا زيد، عايدة حبيبة اش خبارك؟ توحشتك انت، انا توحشتك حبيبتي. لا يخطيك، شكرا بزاف. حياة سليم، سلام، واش هو الرجيم؟ غنتكلم عليه بعد قليل، غير نسالي من الإجابة على الأسئلة. سليم مدريد، صدري ترهل كامل من لي شيانيت، واش كاين كشحل؟ كاين حركات مهمة جدا للصدر، كتقوم بشد الصدر جيدة جدا. غنخلي لك الرابط أسفل الفيديو لقناة تضع العديد من يعني التمارين لشد الصدر بشكل رائع جدا. فوالا. الوغ نبيل نبيل، نحب لا سوب بزاف، نقدر ناكلها مرة جيراني صايمة؟ وي ممكن لا سوب جيدة جدا ما تكونش فيها البطاطس. أميرة شكرا حبيبتي، الله يحفظك ويحفظك أميرة حبيبتي، الله يخليك. نبيل نبيل، اليوم الأول حبيت نصوم شهر، الصيام جيد، هناك نظام الصيام على القناة ممكن أنكم تتبعوا. هديل سميرة، هل اللحم تاع العيد تزيد الوزن ولا عادي؟ جاوبتك هديل، قلت لك على أن لحم العيد، نعم الإكثار من لحم العيد يزيد من الوزن. علاش؟ لأن لحم الغنم غني بالدهون والإكثار منها أكيد يزيد من الدهون الغير صحية في الجسم، وبالتالي فإن الطريقة الصحيحة لأكلها هي عبارة عن الشوي أو تبخريها، والكميات تكون معتدلة، ما تاكليش كميات كبيرة منها. فوالا. بنتك يا عراق، شكرا لك حياتي حبيبتي، يا بنتك يا عراق حبيبتي. سعيدة، ما لقيتش رجيم البطن، موجود حبيبتي، موجود على القناة، ولكن غنخلي لك الرابط في صندوق الوصف. احب زوجي، انتم ما كتبغيوش تقلبوا، كتبغيو خاص اللي يقلب لكم، يفو فيغ ان بوتي تيفور كامل. احب زوجي اختي وحبيبتي، نقدر ندير الشوربه الحارقه مع الرجيم 7 ايام؟ اكيد حبيبتي، والنتيجه تكون مذهله. نبي نبي، نصوم شهر، واش من ريجيم نقدر ندير مده شهر تعيش يساعديني؟ تقدري ديري ريجيم راه سميتو ريجيم الصيام المتقطع لمده 10 ايام، هذاك تقدري ديريه وتستمري به لمده شهر، غتكون خساره وزن رهيبه بزاف. نبي نبي، هذه العايده اسم انستغرام ديالك حبيبه هو وصفات WASAFAT-8 ديال 8 عايده AIDA، سي وصفات تيغي دلويت عايدة. نسيمة بوتاوي، واش هو الرجيم صاروخي تاع 7 ايام حبيبة؟ رجيم صاروخي ماشي تاع 7 ايام حبيبة، رجيم صاروخي تاع 12 يوم، راه موجود على القناة. فكي فتيحة، سلام اختي عيدك مبروك، علاش اختي دزتي الكومنتار ديالي؟ انا ما جيم با هاد يعني فتيحة، كيفاش علاش دزتي الكومونتير ديالي؟ واش انا زعما مثلا درتها اكسبري؟ راه انا كنقرا لي كومونتير اللي كيجيو قدامي، الا تزابا لو كومونتير ديالك سي با لا فان دو موند، ما كنبغيش هذا الاسلوب. علاش اختي دزتي الكومونتير ديالي؟ يعني بحال انا تعمدت انني ندوز الكومونتير ديالك، ما شفتوش احبيبه ديالي، راه لي كومونتير بزاف وكنحاول نجاوب على كلشي. في نظرك انت مثلا علاش انا غندوز الكومونتير ديالك؟ يلا غير قولي لي.
واش انا اصلا كنعرفك؟ والله يهديكم البنات، شي حوايج بحال هكا ما كنبغيش انا نبقى نسمعهم والله العظيم. المهم معنينا، شنو سؤالك اختي؟ دستي الكومنتار ديالي انا كنعاني من لي هونش والفيس باش تنصحيني اختي، وشكرا ليك حبيبتي. كون كتبعيني في الريجيم في الاسئله الاجوبه اللي كنقول غتسمعي شنو قلت على لي هونش. بزاف الناس كيعانيو من الارداف ولي هونش، قلت على ان كاين موجود ريجيم الارداف تيخدم حتى لي فاس، موجود على القناه. غادي تكتبي ريجيم الارداف غادي تلقاي فيه ريجيم ومشروبات حارقه وزيوت لدهن المنطقه، وقلت على ان صعود ونزول الدرج ونط الحبل 100 الى 200 نطه في اليوم يساعد بشكل كبير من تخفيض هذه المنطقه. الوغ ام مروه بغيت ريجيم ديال اسبوع، ريجيم اسبوع ريجيم اسبوع موجود على ريجيم اسبوع موجود على القناه، سميتو ريجيم 7 ايام، غادي تلقايه رائع جدا، تنزل 5 كيلو رائع جدا. الوغ سلام مدريد، شكرا والله غير ترهل حيت حتى ولاو يضحكوا عليا صدري. لا حبيبه ما عادش اللي يضحك عليك، علاش غيضحكوا عليك؟ ما يضحك عليك حتى واحد، كاينين مجموعه من الحركات غتقومي بهم وان شاء الله الرحمن الرحيم يرجع صدرك يتشد. غادي نخلي لك رابط اسفل الفيديو. سليم وزني 73 طولي 65 شحال لازم نقسم؟ الوغ مينيموم خصك تكوني 65 سي لو مينيموم، ولكن باش تكوني على بغي خصك تكوني 62، دونك تقريبا خصك تنقصي واحد او 63 تنقصي واحد 10 كيلو. نبيل نط الحبل يساعد على انقاص الوزن اريد خاصة الارداف. نعم حبيبتي نبيل نبيل، نط الحبل يساعد على التخسيس بشكل رائع، راني ندير فيه اليوم ديت مع رياضة نقدر، برافو عليك كملي. الوغ نور بلا اهلا نورتي اليوتيوب اختي، عندي مشكل لي جامب ما حبوش ينقصوا اختي. لي جامب حبيبه ديالي خاصك ديري رياضة المشي وتشربي الماء بزاف، تنطي الحبل وتطلعي وتهبطي في الدرج، بالإضافة إلى ريجيم راه سميتو ريجيم الأرداف موجود على القناة أيضا، كينقص حتى يعني لي جامب الرجلين أو لي مولي إلا كنتي كتقصدي لي مولي. ألوغ خديجة رماح مساء النور حبوبتي راني في المغرب، مرحبا بك نورتي المغرب، مرحبا حبيبتي وأهلا 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 وأهلا، توحشتك يتوحشك الخير لهلا يخطيك، شكرا ليك بزاف حتى انا توحشكم بزاف بزاف. بنتك يا عراق سي تعيده حضرتك من الجزائر؟ لا حبيبتي انا من المغرب، بنتك يا عراق انا من المغرب، انا مغربيه ولكن المغرب عربي كل واحد. فاتحة شكرا حبيبتي وسمحي لي وشكرا لك. لا ما كاين مشكل فاتحة، غير حيت انا ما عنديش علاش غادي نقص شي كومونتير عمدا او متعمدة او شي حاجة بحال هكا، وحاولوا انكم تبقاو تسمعوا الردود اللي كنقول لان راه كتكون فيها اجابة على الاسئلة ديالكم. هنينة او هانية الله افيتني لان تكلم كذب، ما فهمتكش هانية، ما فهمتكش حبيبتي شنو كتقولي، ما فهمتكش. الوغ اس ال اس سالو ما بيل جي في لو ريجيم تاع 9 جوغ تاع صيام، جو سوي ترو كونتانت جي بيردو 3 كيلو و ديجا راكي وي 77 دو 77 à 74، برافو برافو 3 كيلو بوغ 1m68 déjà ça fait راكي قريبه من بقى لك والو، بقاو لك واحد 6 كيلو سي با بوكو. je fais quoi maintenant s'il te plaît؟ alors tu peux faire le régime صاروخي الا كنتي مزوبه يعني على فقدان الوزن بسرعه، تقدري ديري ريجيم صاروخي او ديري ريجيم 7 ايام وي ديال الفواكه، او ديري ريجيم البطاطس وي. هادي سميره نقدر ندير رياضه في المنزل؟ عطيني مثال غير طلوع الهبوط في الدروج حبوبتي. الوغ وي تقدري ديري رياضه في المنزل حبيبتي هادي، تقدري ديري طلوع الهبوط في الدرج، تقدري ديري نط الحبل تجيبي اون كارد وتبقاي تنقزي عليها، تقدري ديري في اليوتيوب زومبا وديري رقص او رقص شرقي لمده 4 ساعه حتى نصف ساعه، وغادي تشوفي يعني العرق اللي غادي يخرج والوزن اللي غادي يهبط. نبيل جزاك الله خير ونحبك بزاف بزاف بزاف، لهلا يختك نبيل نبيل، لهلا يختك حبيبتي شكرا لك، حتى انا كنحبك بزاف بزاف بزاف، وشكرا على القبولات الحارات، انا كنصيفط لك بوكو بيزو. الوغ ناجيه سلام عليك، وعليكم السلام، جزاك الله خيرا اختي.
وزني 94 وطولي 1.57 متر، أعاني من خمول في الغدة الدرقية ومرض النقرس، ينصحني بالنظام الغذائي الصحي لنقص الوزن الزائد. ألوغ مبدئيا لاكوت أو النقرس، الابتعاد عن اللحوم الحمراء بصفة نهائية، ما تضريش ليا باللحوم الحمراء أو لي زابا، يعني داكشي ديال الكبدة وديال كاع لي زابا، كاع الأحشاء ديال الخروف، و اللحوم الحمراء ممنوعه بالنسبه للاكوت، هذه مبدئيا. وبالنسبه للغده الدرقيه، غادي تدخلي للقناه وغادي ديري ريجيم الغده الدرقيه، غتلقاي الريجيم المناسب لك اللي غادي طيحي عليه 4 كيلو في الاسبوع وتوصلي للوزن المثالي حبيبتي. بنتك يا عراق، يا مليون اهلا وسهلا بك في بلاد المغرب الحبيبه، لهلا يختك حبيبتي، مرحبا بك واهلا وسهلا بك. سو 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 سو، سلام حبيبتي، سلام حبيبتي. نسيمة حبيبة، وشنو هما الحركات ولا الرياضة اللي توالم مع الرجيم، ولا الرجيم وحده يكفي في البداية؟ أنا بالنسبة لي، بالنسبة للإنسان اللي عمره ما دار الرياضة وعمره ما دار الرجيم، بداية في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني ديروه بلا رجيم، بلا رياضة عفوا، غير رجيم بدون رياضة. من بعد الأسبوع الثالث كنبداو، من بعد في الاسبوع الثالث كنبداو ندخلوا الرياضه. والرياضه كيف قلت ممكن انها تكون غير في المنزل، غير الرقص، ديروا زومبا في التليفون وتبقاو تشطحوا عليها ربع ساعه ولا نص ساعه، تنقزوا لا كورد وطلعوا تهبطوا في الدروج، راه كافي بزاف بزاف بزاف. لاله مريمه، سلام اختي، انا من المانيا، مرحبا بك لاله مريمه، شرفتيني. سنفوره، في ناس لما يطولوا بفتره الرجيم الجسم يولي يخزن وما نخسروش الوزن، انا خفت اني نطيح في هذا المشكل، حبيت نسقسيك لو كان كل اسبوع ندير ريجيم مختلف اسكو راح نوقع في هذه المشكله او لا؟ شكرا حبيبتي. لا، بحال مثلا نظام الصيام المتقطع ممكن انك تقومي به حتى ل 15 يوم، حتى لشهر، ما كيوقعش المشكل ديال ان الجسم كيتعود عليه. وبالنسبه لاي نظام درتيه 15 يوم ممكن من بعد دير يوم او يومين مفتوحين وتكملي عاوتاني، tu peux le reprendre، ما كاينش اي مشكل. الريجيم اللي تيكون المده ديالو اكثر من 7 ايام ممكن انك تعاوديه بدون مشكله. الريجيمات اللي ما كيخصهمش يتعاودوا هما الريجيمات السريعه اللي كتكون قصيره ديال يومين او يوم واحد او 3 ايام، هذوك اللي ما خصهمش يتعاودوا، يداروا مره واحده في الشهر. فاتي فاتي، نورتي اليوتيوب حبيبتي، لهلا يختك. انا خاصتني حاجه وحده وهي الاراده، ما عرفت واش ندير، نعرف بزاف ريجيمات لكن ما عنديش اراده. فاتي فاتي، الاراده كتجي من عندك، خاصها تكون نابعه من عندك، ما يمكنش واحد يجبد لك الاراده ديالك. هنا نسي توقفي قدام المرايه غادي تشوفي راسك، تشوفي شكلك، كلنا زوينات، غلاضات ولا رقاقات، طوالات ولا قصارات، سمرات ولا بيضات، كلنا زوينات، كلنا عندنا حقنا في الجمال. ولكن ملي غنشوف راسي قدام المرايه وغنلقى راسي كنبان غليظه، لان المرايه غادي تقول لي حقيقتي، كنبان غليظه، غادي نقول مع راسي ماشي كنبان خايبه، كنبان غليظه. وعلاش نخلي راسي نبان غليظه؟ ممكن انني نبان ضعيفه، نكسب صحتي، نولي نلبس الملابس اللي بغيت، ما نخافش انني يجيني السكر ولا يجيني ضغط ولا يجيني كوليسترول ولا يجيني، نكون محافظه على الصحه ديالي، على اللياقه ديالي، ومباب دائما في الشباب ديالي، لان الغلاظ كتعطي سن اكبر من السن ديالك، كتولي كتباني كبيره. علاش تخلي نفسك تباني كبيره وانت تقدري تباني صغيره؟ فاتي فاتي، الاراده ولا فولونتي تخرجيها من عندك نتيا. سو 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 سو، خاصني حاجه تنقص الشواكل او الخصر. الخصر حبيبتي غادي تدخلي للقناه وغاديري ريجيم الارداف، غادي تلقاي هذاك الريجيم طبقيه ايضا، يعمل على خسرات الخصر. خديجه رماه، غير سكتي اختك حنان جات المغرب زدت الوزن. اكيد خديجه، ملي كنجيو من بلاد الغربه كندخلوا لبلادنا، الميمات كيفرحوا بينا والاهل كيفرحوا بينا، وكيكونوا الشهيوات والعراضات. ليستوا كولي اللي بغيتي، ولكن ما تكتريش الكميات، حاولي تشربي الماء بزاف وتمشي، وملي ترجعي ان شاء الله الرحمن الرحيم تقدري ديري الريجيم ديالك. امل، اهلا، سلام اختي، معك امل، كي دايره؟ كي دوزتي العيد؟ الحمد لله امل، انت كي دوزتي؟ اش اخبارك؟ اش اخبار وليداتك؟ كلشي لاباس عليه؟ الحمد لله، انا الحمد لله في نعمه، كنحمد الله ونشكره. اس ال اس بن، ميرسي، ربي يحفظك ويحفظك حبيبتي. نبيل نبيل، نفرح بزاف كنسمع صوتك، ربي يحفظك ويخليك لينا. انا ندير رياضه كل يوم ونط الحبل كل يوم. برافو نبيل نبيل، وشكرا بزاف على لو كومبليمون، الله يخليكم عليا. سعيده شاين، عافاك ديتوكس، موجود ديتوكس على القناه، وقريبا ان شاء الله غادي نقوم بمجموعه من الديتوكسات الجديده اللي اثبتت الفعاليه ديالها بشكل كبير. نبيل نبيل، كيف مابقاش ترهلات الجسم؟ لاننا ننقص بزاف المده سريعه بالرياضه، ما كيبقاوش الترهلات. بالزيوت اللي قلت لكم في ريجيم الباطنو، ريجيم الارداف،
ما كيبقاوش ترهلات حبيبتي. أميرة من فضلك عايدة، منين يكون عندك الوقت وريني النوعية نتاع الزيت، ما لقيتوش في الرجيم السكري، وشكرا حبيبتي. داكو حبيبتي، انا نصورو غنحطو على الانستغرام، غندير ان بوست انستغرام، واللي بغاتو غادي تلقاه تما ان شاء الله، وجو لو فري. لالا مريم، سلام اختي. انا عملت رجيم بطاطا، نقص 2 كيلو مزيان. لالا مريم برافو عليك. نبيل نبيل، الرياضه تساعد على ذلك، حبيت ما يبقاوليش ترهلات. ما يبقاولكش، غادي نحط لكم واحد الويل او واحد الزيت، غنحطو سوغ انستغرام لا فوتو ديالو، تقدروا تستعملوه، راه كاين في جميع الصيدليات. ايضا يعمل على يعني ازاله الترهلات. وليدو اوران، سلام اختي، خاصني وصفه لسد الشهيه وشكرا. قريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تنزل على القناه. فاتي فاتي اختي، انا نوزن 95 وطولي 165، باش تنصحيني نبدا ريجيم ينقص بالخف. الوغ بداي بالريجيم الصاروخي، المده ديالو 12 يوم، موجود في القناه، غادي تنقصي بالخف ان شاء الله. ومن بعد قولي لي شحال نزلتي باش نكمل معاك. نبيل نبيل، ندير الرياضه كل يوم على حاجه في الجسم؟ ممكن ديري غير الكارديو، المشي ولا رقص الزومبا، راه تخدم الجسم كامل. نبيلة نسيمة، حبيبتي قلتي انه القفز على الحبل والطلوع في الدروج ينقص الارداف، لكن انا مش حابه ننقصهم، حابه نضعف من كرشي برك والفوق. الا كاين ريجيم والى حركات خاصه، ويعطيك الصحه على صبرك معنا وربي يجازيك. نسيمة، على القناه ديالي ريجيم البطن، في حركات خاصه فقط بالبطن، مشروبات خاصه فقط بالبطن، وريجيم خاص فقط بازاله البطن، داكوغ؟ وحركات ايضا خاصه بالبطن غادي تلقايه في القناه ديالي انا سيما. سعيده، واش كرسي مزيان كيدخل الكرسي؟ واش كرسي؟ شنو هاد الكرسي؟ ما عرفتوش، ما عرفتوش سعيده، باردون. امال اختي عايده، صافي وصلت الوزن المثالي وباقا دايره النظام الغذائي، 174 طولي، حاليا وزني 69. برافو برافو برافو، نقصت 16 كيلو، دابا تسجلت في الرياضه ندير اليوغا، شكرا بزاف ليك امل. البنات، بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش امل وعمرهم ما شافوها معنا، هي كتبت لي تعليق هنا، امل من المانيا متتبعه ديالي، نقصت 16 كيلو بفضل العزيمه ديالها والاراده ديالها والفضل للريجيمات ديالي بشكل متواضع. وصلت الوزن المثالي ديالها، فيها 69 والطول ديالها 174، فهي في الوزن المثالي، ودابا تسجلت في لاصال باش تحافظ على الوزن ديالها. نقول لك برافو عليك امل، و جو سوي تري فيير دو توا. والبنات خذوا قدوه، اللي بغى يوصل راه كيوصل، ديروا لي كوراج، ديروا العزيمه، وان شاء الله يكون غير الخير. برافو امل، شابو با بور توا. لالا مريم، دونك على هذا الشيء نسهد بز باردون، مراسم ما كنعرفش نقرا سكو فو زيكريفي، الوغ دونك على هادشي نصح بزاف، ما فهمتش، سمحي لي بزاف مريم. نبيل نبيل، يعطيك الف عافيه، الهلا يختك حبيبتي، شكرا. انا كنت 86 وليت 79، نقصتي 7 كيلو، برافو عليك نبيل نبيل، الهلا يختك. فايز، اختي عايده، نشرب مضادات الاكتئاب وراني ريجيم، وزني ما بغاش ينقص، اختك من الجزائر. حبيبتي سي نورمال، لان لي زونتي ديبريسور كيعملوا على، هما بحال لي كورتيكويد او لي كورتيزون، كيعملوا على ثبات الوزن. حاولي انك ديري ريجيم البطاطس، هو ريجيم يعمل على كسر ثبات الوزن، ومن بعد حاولي انك تشربي الماء بزاف، تحيدي السكر والخبز وكلي شيء الاخر عادي، غتلقاي راسك كتنقصي تدريجيا. ام عدي، اهلا حبيبتي، سلام حبيبه، واش لاباس عليك؟ الحمد لله. وانتي واش لاباس عليك؟ عافاك اختي، ريجيم لمرضى النقرس، النقرس نجية، النقرس لاغوت، مبدئيا جميع اللحوم الحمراء ممنوعة، والأحشاء أو الزبا أيضا ممنوعين. وإن شاء الله الرحمن الرحيم نحط لكم ريجيم مفصل على القناة، غير مبدئيا هادو حيديهم. سعيدة شيا شينان، شكرا. نبيل نبيل، هذا يعود إليك ونحبك بزاف، لهلا يختك. 7 كيلو نبيل نبيل، ومازال إن شاء الله الرحمن الرحيم تكملي وتخسري بحال أمل 16 كيلو، وتخسري أيضا بحال دنيا 32 كيلو، واللائحة طويلة. أم محمد، مساء الأنوار حبيبتي، مشاركة جديدة، باغية نثبت الوزن في 70، شحال مسموح خبز في اليوم وكيف نثبت؟ أنا كنت 100، أنتي كنتي 100 وليتي 70، برافو عليكم أم محمد ومرحبا بك، يعني خسرتي 30 كيلو، برافو. كمية ديال الوزن، كمية ديال الخبز في اليوم، غادي تاخدي الكربوهيدرات عندك مسموحة جوج مرات في النهار في وجبة الإفطار وفي وجبة الغداء، غاتاخدي ربع رغيف أسمر أو اثنين طوست بني في الصباح، و مكرونه 9 معالق مكرونه او 9 معالق من الارز، او نصف من رغيف الخبز في
وجبة الغداء. فاتي فاتي من فضلك اختي ديري لنا مباشر ورينا النتائج المتتبعه ديالك وتجاربهم وشنقصوا المده ونوع الرجيم باش نشجعوا حبيبتي. راهما تيكونوا في اللايفات دائما. فاتي فاتي انت سمعتي امال وسمعتي نبيل نبيل وما كانيش موجودين معنا دنيا والعديد من البنات اللي نقصوا اكثر من 32 كيلو. الحمد لله المشاركه ديالي كاملين كاملين بلا فخر نقصوا وزن مهم جدا يعني صراحه صراحة. ونبيل نبيل هي نقصت 7 كيلو في 15 يوم يعطيك الصحة يعني في 15 يوم 2 سمان نقصت 7 كيلو. شنو غنقول لك؟ برافو عليك برافو عليك برافو عليك برافو عليك وزيدي استمري. وفاتي انت كتسمعي النتائج حبيبة ديالي. ست عايدة هل التبولة تنفع في الريجيم؟ التبولة ممكن هنا يعني التبولة كنعرف هي اللي كديروا فيها البقدونس بزاف وال غير ما تكثريش فيها الخبز، الخبز ما تكثريش فيها. اختي الا تعرفي وصفه لحب شباب في الوجه ولا بوماد تعيشي نفضل هنا كي تقومي باستشاره طبيه لطبيب الجلد هديل. انا نعرف ولكن المهم انا غنسق يعني نجيب لك الاسم ولكن نفضل انك تكون استشاره طبيه. حبيبتي اجري لي العيد زدت 4 كيلو في العيد ماشي مشكل غنحط نحيدهم قريبا. حبيبه توحشتك بزاف يعطيك الصحه ان شاء الله تكوني بخير. نحبك يا سكر وانت يا عسل الام اسيل اسيل لالا يخطيك. انا ايضا نحبك تريزور دو نوي حبيبه قلب كنيزه لالا يخطيك عليا كنيزتي. صح عيدك وانت ايضا عيدك عليك وعلى العائله تاعك لالا يخطيك توحشتك بزاف. حتى انا كنزه عيوده راني متوخره هذا وين لحقت حبيبتي نخبرك بديت اليوم رجيم التمر والحليب وغدوه نكمل. قولي لي واش ندير من وراه نحتاج نقص 5 كيلو ضروري جدا. الوغ مادام درتي الحليب والتمر خاصك دير شي ريجيم يكون طويل شويه يعني تقدري ديري ريجيم 7 ايام. راه كاين في القناه ديال الخضار والفواكه. اليوم الاول كتاكلي فواكه، اليوم الثاني خضر، اليوم الثالث خضر وفواكه، اليوم الرابع موز وحليب، اليوم الخامس والسادس والسابع يكون فيه شوربه حارقه ويكون فيه ارز اسمر. راه موجود بالتفصيل على القناه. خبز القمح اللي يزيد الوزن حنا نقولوا لها الكسره. نبيل نبيل ما خصوش يكون بكميات كثيره. خبز القمح جيد جدا ناكلو ربع في الصباح وربع في وجبه الغداء، ولا قدرنا نكتفيو فقط بربع في الصباح يكون احسن يعني فترة الريجيم. حبيبتي maintenant je suis en traitement d'hormones pour avoir des enfants, j'ai peur de reprendre du poids, y a-t-il un moyen de ne pas reprendre? SLS Ben, le moyen de ne pas reprendre c'est d'éliminer carrément le sucre dans ton alimentation. Aussi, il faut bien boire de l'eau, hydrater le corps tout le temps, 2 à 3 litres par jour. Il faut faire de la marche chaque jour au moins 30 minutes. Et encore, il faut essayer de s'éloigner de tout ce qui est hydrocarbures. Et ça veut dire le riz, le pain, les pâtes. Il faut prendre vraiment de très 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 petites quantités de pain d'orge, yani khobz chayr, ou bien le pain de blé complet. Donc, une petite quantité, un quart de pain le matin et un quart à midi. C'est tout. Et éliminer le sucre totalement, boire beaucoup d'eau et faire de la marche au moins 30 minutes par jour. Cela, avec ceci, tu vas plus reprendre le poids que tu as perdu. Et j'espère pour toi un bon traitement et que le traitement aura ses résultats pour toi et pour avoir inchallah des petits poussins bi'idnillahi ta'ala wa quwwati. زوي امان سلام اختي عايده لاباس الحمد لله وشكرا لله شكرا. اميره انا واحده من الناس نقصت 22 كيلو مع ريجيمات الاخت عايده وحياتي تبدلت ربي يحفظك ويسترك اختي عايده. اي فوالا اميره سي اون ابوني que j'admire beaucoup. Lina habdat maya, ana il y a pas longtemps, bah j'ai dit ça, c'était en mois d'avril où khsrat 22 kg, il a perdu 22 kg. Bravo alik Amira, je suis très fière de toi. Continue, je suis avec toi jusqu'au bout. Une fois en France, tu me contactes sur Instagram et on va continuer ensemble. Bravo alik Amira, bravo bravo. Khsrat 22 kg bel régime ديالي, bel irada ديالها, ou bel i'timad ala régime ديالي, alhamdoulillah.
Khalid, je pèse 73 pour 1,69 m. Bon, t'as pas beaucoup de poids, du surpoids. Donc moi, le poids idéal, كنت 89. Maintenant, عندي تبات. واش تنصحيني عندك تبات فورا ريجيم الموز او والحليب او ريجيم التمر والحليب او ريجيم البطاطس لفقدان او لكسر تبات الوزن وايضا لفقدان هاد لي 4 كيلو اللي بقاو لك دو بلوس. أم محمد، عليه نزيد في أيام دورة شهرية؟ ممكن خبز ميزان إذا أمكن، أنا من الجزائر وممكن خبز أبيض. لا، ممكن الخبز الأبيض، لا، لأن السعرات ديالو أكثر من السعرات ديال الأسمر. الأفضل أنك تاخدي خبز أسمر. وفي الميزان تتكون نظرا لي يعني اللخبطة اللي كتكون ديال لي زهرمون، الهرمونات كيكونوا ماشي مقادين، وبالتالي كنتنفخوا، هذاك الشيء اللي كيكون على الميزان تيكون وزن وهمي، ما تنزيدوش، هذاك سي إيماجينار. فوالا فاتي فاتي، دخلي القلب، ربي يبارك لك ويخليك لينا. الله يختك فاتي فاتي. عندي حبيبه شفتي 22 كيلو، 16 كيلو، 7 كيلو. il y a une abonnée qui a perdu 32 كيلو، il y a une autre qui a perdu 17 كيلو. pas mal d'abonnés qui ont vraiment perdu beaucoup de poids. هادي سميره، تعيشي قولي لي اسم بوماد اللي تعرفي. وي، انا غير بوغ ساسيغ نكتبها لك مزيان، غنكتبها لك سيغ انستغرام. داكوغ، غتلقاها سيغ انستغرام. اختي، هل مضادات الاكتئاب يفتحوا الشهيه؟ ساعديني من فضلك. وي، لي زونتي ديبريسور كيفتحوا الشهيه. يلفو ايسيي انه فيما تجيك الرغبه في الماكله تشربي الماء ولا تاكلي الخيار. فوالا. ابني قرة عيني، نقصت في الشهر 6 كيلو، بانت لي قليله. بون فوالا، ربما معدل الحرق ديالك غير عالي، ماشي مشكل، ربما انك قريبه من الوزن المثالي، تقدري تجربي ريجيمات اخرى وتساعدي بالرياضه. وماسيل ختيتو، الى عندك شي وصفه تاع امساك الله يخليك تعيشي يا سكر حبيبتي. الامساك فقط زريعة الكتان معلقه في كل ليله، تقطعيها وتهرمشيها شويه، تاخدي معلقه مع كاس الماء شاك نوي، ان شاء الله الرحمن الرحيم ما يبقاش فيك الامساك. نور، راكي مليحه اختي، سالي عليا ريجيم وسبور، نقص ب 2 كيلو برك. فوالا، جو فيان دو دير كو يمكن لو ريتم دو ميتابوليزم عندك ومعدل الحرق ديالك ماشي قوي، يلفو كونتينيو بار لو سبور اي انكور ان بون ريجيم، يلفو شوازير ان اوتر تيب دو ريجيم. خديجه، شنو هو الريجيم ديال اليوم؟ يلا التحقت، مازال ما تكلمت عليه. بنتك يا عراق ستعيده، انا ما بحب الموز، هل يمكن تبدله بالتفاح؟ هناك رجيم تفاح ايضا موجود في بنتك يا عراق، ممكن انك ديري رجيم تفاح، راه موجود على القناه، ايضا كيعمل على خساره 4 الى 5 كيلوات. هناك ايضا رجيم البيض، ايضا فعال جدا في خساره يعني الكيلوات. امان، صراحه ماشي سهل واحد يدير رجيم، شويه الصبر والمثابره، والسكر الواحد يحيدو مره واحده، وحتى الخبز يحاول يحيدو. نصيحه، كل بنت تحيد العشاء دانون مع عصره حامض كافيه بالتوفيق لجميع البنات. فوالا سي امان، C'est mon abonné qui a perdu du poids. Bravo Amel, tu as vraiment appris toutes les leçons. Bravo Alik. Dina wasfa toast régime, inchallah Oum Mohamed. حبيبتي، انا وزني 82 وطولي 63، واش من ريجيم تنصحي بني نبدا به؟ مشكلتي شهيتي مفتوحه بزاف، ناسي ما فين ما يجيك الجوع، شربي الماء ولا كلي الخيار، وبداي بالريجيم الصاروخي ديال 12 يوم. ميرسي ما شيغي، سا مو تيان كوغ سيليست بن. تنتمنى لك ان شاء الله الرحمن الرحيم ربي يفك حزامك ويسهل عليك وتشوفي وليدات قدامك يا ربي. زاوية عمار، عايده، انا وزني 69 طولي 1.55 متر وعندي الارداف، واش من ريجيم ندير؟ دخلي القناه وقلبي على ريجيم الارداف، غتلقايه تبعيه رائع جدا. امان، فعلا حتى انا احتياجاتي تغيرات، وليت تلبس كل شيء وكل شيء تيجي معايا. شكرا بزاف اختي عايده، اكبر شابو ليك، انت كتفرحوني بزاف البنات. سي سا مونغا، سي سا هادشي اللي كنربح، الدعوات ديالكم، الحب ديالكم ليا، وكنفرح ملي كنشوفكم وصلتوا للهدف ديالكم. انا غير سبب، ربي اللي كيعاون وربي اللي كيكتب. شكرا لكم بزاف على الحب ديالكم، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف على شهاده الحق اللي كتقولوا. ان شاء الله الرحمن الرحيم تحققوا جميع الاماني ديالكم. ام عدي، حبيبه، فوقاش ديري لنا وصفه تشد الشهيه؟ بون دوما ان شاء الله الرحمن الرحيم جو سخي اون فواياج، غادي نسافر الى بغى الله بوغ اون سيمين، ونرجع ان شاء الله الرحمن الرحيم وانا معكم، ولكن غنبقى ندير دي لايف شاك بريسك شاك جور الى قدرت ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونجاوبكم على لا كيسيون ديالكم. اي جو في ايسيي دو فو زانونسي لو ريجيم، لو نوفو ريجيم، يعني هكا اورالمون، حتى نديرو لكم بالتطبيق، نقولو لكم شفويا ومن بعد نطبقوه مجموعين. اميره، يعيشك حبيبتي، الله يخليك لينا واهلك وليداتك، يا ربي ما يبقاليش بزاف الوزن المثالي، بديت ريجيم 12 يوم وراني في اليوم الرابع ان شاء الله نكمل. برافو اميره، اي اون سرا اون كونتاكت حبيبتي باش تقولي لي شحال نقصتي،
وكوراجيوس ما توقفيش. تريزور عيود انا نقص 7 كيلو من نسيت ما خبرتكش راني خديت بزاف لي كورتيكويد. هل عنده علاقه في صعوبه نقص الوزن حبيبه؟ وانا وزني كان 74 واللي يشوفني يقول لي راكي كي خبز الخمير منفوخه وجهي ضعيف بزاف. عيوده سي نورمال تو ما با دي سا كنيستي كنيستي تو ما با دي سا ما شيري. وي effectivement les corticoïdes ils font vraiment pas grossir mais ils font gonfler d'accord les corticoïdes qui ne font donc tu d'abord la rien manfoucha tu n'as pas un surpoids c'est juste que la qui manfoucha tu vois tu as compris Kniza donc habiban qstik 7 kilos c'est déjà pas mal avec les corticoïdes bravo c'est un grand exploit je suis fière de toi continue continue ma chérie d'accord. Tu m'as pas dit ça, alors les corticoïdes c'est normal, alors ils font gonfler la personne. C'est pas du poids, c'est juste du gonflement, donc n'aie pas peur. Inch'Allah rahma rahim, elle va te dire que c'est Inch'Allah. Alors, Ibn Qura Sa'ini, bon, Oumies, Khirti, Oulakin, Maman, Instagram. هديل يا اختي سمحيني ولكن والله ما عندي انستغرام قولي هولي في الفيديو الجاي تاعك الا تقدري. انا قلت لك حبيبتي انستغرام ديالي هو ماما انا نكتب لكم انستغرام ديالي ما جو سي با اسكو جو بي اكريغ سي سور انستغرام هذه سي وصفات عايده وصفات عايده البنات اللي عندها الانستغرام ديالي تكتبوا ليها باسكو جاري با يكريغ سي فري جي با لابيتود ديكريغ ايسي والله ما عرفت كومون فير دونك البنات اللي عندها كيفاش تكتب امال ولا اميره اميره tu as mon instagram donc tu l'écris s'il te plaît pour les filles si tu es encore là اميره Amira, si tu es encore là, s'il te plaît, tu peux écrire l'Instagram d'Ali pour les filles. Aïra Tsksboulik Hadil. Alors, Amina, on m'y a signé un amel Jazair ou Wazni Miot Satach, toi, les mitrostins, je suis allé ou le livre Mizan ou le régime Lina Snir d'Ali et Choukran, je suis allé signé. Amina, je suis allé signé. Le régime Lina Snir, je suis allé signé pour perdre un bon poids. On m'a dit que je Amina. Alors, Ibn Qura Sa'ini, vous n'êtes pas de 80 et 150, il faut que tu seras 150 minimum. بداي ايضا بالرجيم الصاروخي لانهم اوزان كبيره يبداو بالرجيم الصاروخي ومعدي طريق سلمى حبيبه الله يخليك حبيبتي ان شاء الله حبيبه ربي يخليك ما تغيبيش علينا ان شاء الله ومعدي ان شاء الله الرحمن الرحيم ما نغيبش عليكم الله يخليك عليا ام عدي سي تري جونتي فايز اختي عايده تعجبيني بزاف وربي يكمل لك فيك بزاف طاقه ايجابيه ما شاء الله حبيبتي الله يخليك فايز متناني كنستمدها منكم حبيبتي بنتك يا عراق الشبكه انقطعت عندي سي عايده حضرتك تكلمتي عن الرجيم ولا بعد لا ما تكلمتش عن الرجيم بنتك يا عراق انا غنعطي لهنا بدا دابا نصيحه للبنات اللي دايرين رجيم ما تنساوش البشره دائما تغديوها وديروا ماسكات يوميه للبشره برافو امال اختي ربي يحفظك عافاك قولي لي شي رجيم بالصدفه شفت دابا فيديو عافاك اف ميلاني القناه مليئه بالريجيمات الوغ كنت 170 وبغيت نقص 10 كيلو عافاك بون تقدري تدي بالريجيم الصاروخي مده 12 يوم اميره تعرفي اختي عايده عرفت قناتك بعد قنوط وياس وبكيت في الليل ودايت الله باش يساعدني وفي نفس الدقيقه دخلت اليوتيوب ولقيت القناه نتاعك صدفه مع اني عمري ولا خممت في الريجيم وهنا عرفت بلي ربي بعتك ليا لا يخطيك عليا اميره شكرا حبيبتي شكرا انتي صديقه وفيه وعزيزه ربي يخليك حبيبتي اف ميلانين الله يخلي لك اولادك شكرا حبيبتي ديري الريجيم الصاروخي لمده 12 يوم هذه اختي عايده انا اللي مانيش شحال انتي ما عندكش انستغرام اوكي طولي 1.52 متر وزني 150 بون مينيموم واحد 6 كيلو واحد 6 كيلو حتى 8 كيلو 8 كيلو تكون مزيانه بون فاتحه طريق السلامه والله يحفظك ويحفظ ليك وليداتك انا نتبع معك اختي وشكرا ليك حمستيني هدرتك غزاله كتدخلي القلب ما شاء الله عليك الله يخليك حبيبتي شكرا ليك اف ميلانين طولي 1.68 متر حبيبه ديري اللي قلت لك ديري الريجيم ديال 12 يوم ميرسي بوكو امال فوالا لي في اللي باقيين هنايا سور لو لايف هيا امال كتبت لكم
الانستغرام ديالي سوا وصفات تيري دو 8 عايده. ميرسي بوكو امل، سي جونتي ما شيري. كنيزه بعد ربي سبحانه جات عيوده كطوق نجات ليا، ربي يحفظ لك. هذا الشيء كلام كبير عليا البنات والله العظيم. قبل عيوده 1 كيلو ما قدرتش نقصه من معاك يا الغاليه تاعي، 7 كيلو مازال نكمل ونقول البنات اللي يسمعوا فيك vous êtes mon ange gardien. وهذه حقيقه، ربي يخليك ليا كنيستي. ميرسي بوكو بوكو بوكو. البنات هادو سو سون ديفي كو جو كوني با ني امل ني ني تريزور دو نوي كنزا ني اميره. Vraiment, ce sont des filles qui sont arrivées, ce sont mes abonnés arrivées sur Hnaya, sur la chaîne. Je vous jure que je ne leur connais pas, ils arrivent tous même de là. Et le amour d'elles, comme vous pouvez le voir, alhamdoulillah, l'amour fi Allah. Lehtekom aliya lbnat, ana farhana bikom bzaf w farhana bikom bzaf w lehtekom aliya. Shukran, 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 shukran. Shukran habibti, ishtarakt fi qanatak w sa'abhat 'ala rejim sarukhi. Marhaba w alf marhaba Melaline. سليم ما نقدرش ندير ريجيمات طوال، نحب ريجيمات ديال 3 ايام وغادي نجرب ديال التمر بالتوفيق. تهب لي اختي عايده ومره ندخل لايف نتاعك وجبتيني وكلامك عسل وتنصحي من قلبك. نتمنى ربي يعطيك ما تتمناي ويكمل لك ما راه في بالك يا ربي امين. هلا اختك سنفوره، هلا اختك حبيبتي. اف ميلاني حقا من صوتك يبان قلب طيب واخلاق كريمه. شكرا، هذا مفضل لكم. هلا اختكم البنات، هلا اختكم. شكرا بزاف بزاف بزاف. شكرا بزاف ليك ميلاني. اميره هالانستغرام، شكرا شكرا اميره، شكرا شكرا اميره. ميرسي بوكو البنات. امل واميره راه كتبوا لكم الانستغرام ديالي، اللي عندها الانستغرام تواصل معايا تما وراه كنجاوب البنات كاملين. مرحبا بك ميلاني. شيك اميره، عندي مشكل في البطن، هذا الرجيم الصاروخي يفيد. شكرا. وي وي ويفيد امينه يفيد. ام عدي merci beaucoup pour les fleurs ma chérie, merci beaucoup. Nabil Nabil Horbastin. Alors Albnet, Amal il veut dire quelque chose les filles, donc je vois Amal il veut dire quelque chose. Alors Salim Madrid ma'jour ala ta'awun ma'ana. Shukran habibti, l'ajr min 'ind Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana yakfini yani yakfini farahan wa sharafan wa fakhran annani nisma' lbnat yani kiqulu had ta'liqat fi haqqi w tiqulu had l'arqam li nqsuha w annahum yani kanu faqdin l'amal w ya'sin w yani alhamdulillah bitawadu' yani l'qanat diali w l'rejimat diali khallahum annahum yahsu brusuhum تبدلوا الشكل ديالهم، تغيروا ولاو الحمد لله والشكر لله، كانوا غزالات ولاو اغزل اجمل. ماما بون فوالا. ازرا مرحبا فيك عزيزتي، كيف حالك؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا ازرا، الله يخليك حبيبتي. شكرا. الوغ ساره بنيس ما شفتش اللايف. سالو ساره، سافا ما شيري، كي دايره؟ لاباس عليك، شخبارك؟ سي با غاف، tu peux le refaire، je vais le laisser ان شاء الله. الوغ سنفورة اختي، انا قبل العيد كنت دايره ريجيم، كنت الصباح نشرب قهوه بحليب خالي دسم وبلا سكر وحبه بيض مقليه بدون زيت وقطع عجين صغيره تاع خبز مع الظهر. كان مع الظهر والغدا كنت ناكل سلطه وسكالوب مع السته. سليم انا نقصت 13 كيلو، برافو حبيبه. مع المغرب واش رايك؟ برافو. غير سنفوره سي تو بلي بوغ القهوه حليب، سي با بيان، سي ديكونسيي بوغ ليستوما، صعيبه في الهضم، دونك سي با لا بين دو لا بروندر. تقدري تشربي حليب بوحدو وتشربي قهوه نواغ بوحدها، سي تو بلي ني با بون دو تو بوغ ليستوما. مي لو ريست سي بيان، سي بيان وي. طول 164 وزني 78، الوزن المثالي ديالك هو انا بوغ موا 64 سي لو ماكسيموم، 60 سي لو بارفي. داكوغ نبيل نبيل. سمية حبيبة عايدة لاباس عليك، لهلا يختك حبيبتي. ميرسي بوكو. أمل بنات ريجيمات عايدة توب، نصيحة مع الريجيم ديرو شي ديتوكس يوميا. وي برافو أمل، سي سا، يفو 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 إسايي دو ميتر دو ديتوكس، راهم موجودين في القناة. بنتك يا عراق حضرتك تستاهلي كل حل الكلام الحلو لأنك تساعدي البنات لإنقاص الوزن. شكرا بنتك يا عراق، هذا واجبي لأنكم كلكم بنات المغرب العربي او بنات المشرق او بنات يعني البنات العربيات تستحقون الافضل، ولان كنا الاجمل ولان كنا الارقى ولان كنا الاهضم تستحقون كل ما هو جميل، وانا هنا لمساعدتكم لمساعدتكن.
تريزور دو نوي اكبر شكر لهذا العالم الافتراضي اللي خلاني تعرفت بيك حبيبتي كنيستي اجمل صدفه واجمل معرفه وشهادتي فيك مجروحه انت طيبه وملك حارس ربي يوفقك يوفقنا معك ونحمروا لك وجهك ان شاء الله لهلا يخطيك تريزور دو نوي كنيستي ميرسي بوكو بور سو كومبليمون بور سي جولي مو جو سوي فريمون ايمو اخجلتموني والله العظيم لهلا يخطيكم البنات ميرسي بوكو ميرسي 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 هادي العيدة قلتي لي نقصي 8 كيلو وين الريجيم وين الريجيم ندير شكرا هادي درتي الريجيم الصاروخي الا ما كنتي مازال ما درتيه بدايه راه رائع جدا البنات داروه نقصوا به 8 كيلو جيد جدا بزاف نجيا اشن رايك في الريجيم لو نفسك تخس جيد ريجيم جيد ويعني الاستاذ مصطفى مشكور وماجور ايضا على العمل الذي يقوم به يعني ايضا ريجيماته جيده جدا جربتها والا بغيتوا انني نتقاسمها معكم على القناه ممكن بعد الاذن ديالو لان ايضا يعني كيكون تواصل معه فريجيماته جيده يعني حقيقه ادريس توزا صح عيدك اختي العزيزه انا بفضلك وفضل القناه تخصيت نقص 24 كيلو لحقت المثالي لكن مع لخبطه العيد زدت 3 كيلو بفضلك عزيزتي اما ريجيم تنصحيني به ريجيم السحري اللي موجود على القناه ديال سالي فؤاد راني درتو بصيغتين هذاك غادي نقص لك 3 كيلو حتى 4 كيلو اللي زدتي برافو عليك توزا سنفورا اوكي حبيبتي ربي يخليك ويخليك عزيزتي هل العسل يسمن او لا العسل الا خدينا ملعقة واحدة في النهار على الريق مع كأس من الماء الدافئ فهو يعمل على رفع معدل الحرق ولكن ليس اكثر من ملعقة واحدة سارة عيدة اعتقيني راه باقي ما بديت والو ما عندي زعما بديت اليوم مشروب ديال المعدنوس برافو Elle est très 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 bien. Donc c'est le خبز وحيدي السكر وشربي هذا المشروب. Tu vas devenir très 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 bien dans ta santé et dans ta peau aussi. غزال سلام اختي عايده انا طولي 1.50 ووزني 65 je dois être 50 كيلو اختي سمعت ان البطاطا مسلوقه تسمن صحيح هذا الحكي او لا الا كانت في الريجيم ديال البطاطس لمده 3 ايام فقط مع الزبادي بدون سكر فانها تعمل على انقاص 5 كيلوات في 3 ايام ولكن الا كانت في الكوتيديان في يعني في الاكل اليومي فاي تسمن نعم نبيل نبيل ندمت ما عرفتكش ايام رمضان جامي ترو تار نبيل نبيل ربي كيكتب كل حاجه في وقتها مرحبا بك دابا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توصلي الوزن اللي بغيتي وانا معاك وما غاديش نخليك عجبتيني بزاف 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 ونحبك بزاف ونحبك بزاف بزاف لهلا اختك نبيل نبيل شكرا دير الريجيم ديالك وانا متابعه معكم ان شاء الله ما رايك برجيم الفواكه جيد راه موجود على القناه ديالي غادي تلقايه كاين سارة بنيس راه ما تناكلش الخبز ومحيده السكر سي بيان دونك شربي الماء مزيان تمشي وشربي العصير ديال المعدنوس وغادي تلقاي نتائج جيده برافو عليك ما تنسيش اختي راه ترهو الصدر ربي يحفظك ويخليك وليداتك ان شاء الله غادي ان شاء الله نحط لك الرابط سنفورة حبيبتي انا راني دايره ريجيم بصح ما عنديش ميزان كيف نعرف بلي الريجيم اللي يعني راني متبعه فيه ناجح وعطي نتيجه بالمقاسات الا كانوا حوايجك اللي كتلبسي شي سروال كتلبسيه كان كيجيك مزير ولا كيجيك شويه واسع وشي بلوزه ولا شي شوميز كنتي كتلبسيها كانت تجيك مزيره ولا كتجيك مقدم ساره ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ادريس شكرا يا احلى عايده صدقيني انت ملاك لهلا يخطيكم نتوما الملائكه لهلا يخطيكم حبيبتي الوغ انا بغيت نبدا مي كتجي اي حاجه كتخربقني حيت عزيزه عليا حلاوه لا خصك منوعات مختلفه خصك تحيدي المعزه ديال الحلاوه ماشي اهم من صحتك كنيستي عيوده وشنو الريجيم الصاروخي تاع 2 كيلو راني راكي نسيتيني وعطيني بعد الريجيم 9 ايام ديال الحجه جوج كيلو عطيني بعد العيد تحطي لي جيم خاص ليا كنيزه تاعك وي حبيبتي انا جوستمون سي سكو مرسي كابو ديال بيخ فك عايده ليا كل هريسه يسمن لا الحار ما يسمنش فوالا البنات بون غادي نهضر رابيدمون رابيدمون لان تقريبا ساعه دابا وانا معكم انا نهضر رابيدمون على لو ريجيم ديال 5 كيلو في 7 ايام هو ريجيم الفنانه ايتن عامر هو ريجيم المذيعه رضوى الشربيني ريجيم مكون من 4 اسابيع كل اسبوع عندنا فيه نظام مختلف النظام الاول او الاسبوع الاول 7 ايام الاولى كنقصوا فيها حتى 5 كيلو
ريجيم رائع جدا. غادي نحاول انني غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم نديرو معكم في اللايف، غادي نقول لكم شنو غادي يكون فيه. غادي تستعذروني ان شاء الله ما غاديش نجاوب على الاسئله، وانما غندوز مباشره باش نحط لكم لو بروغرام ديال لو ريجيم ديال الفنانه ايسن عامر اللي كنقصوا عليه 5 كيلو في الاسبوع الاول، مده ديالو 4 اسابيع. كل اسبوع نحط لكم شنو غادي خصنا ناكلو ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما نجاوبش على الاسئله كيف قلت لكم، اليوم خليتو كامل الاسئله، غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم فقط للريجيم. غتجيبوا ورقه وستيلو وغتكتبوا معايا كل وجبه شنو غادي تاكلوا فيها باذن الله تعالى. ريجيم رائع جدا غادي تتبعوها البنات وغادي تلقاو عليه نتيجه هائله هائله. فوالا سوغ سو، السكر نقصت، الملح نقصت، برافو نبيل نبيل. كونتينيو، شنو الريجيم اللي نقدر نبدا به؟ تقدري تبداي بالريجيم ديال 7 ايام موجود على القناه. عافاك تقسمي معنا الرجيم ان شاء الله، ان شاء الله ناجيه بكل فخر بكل فرح. امينه عندي مشكل في البطن، دخلي للقناه وقلبي على رجيم البطن، وغنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف بالنسبه للحركات الرياضيه وبالنسبه لرجيم البطن ورجيم الارداف. البنات ان شاء الله نبدا هذا ديال 5 كيلو في 7 جوغ ان شاء الله الرحمن الرحيم. تبداي معنا ساره لانه زوين بزاف وما فيهش الاشياء المضره بالنسبه لاصحاب السكري. الخبز محيد نهائيا، ماشي ضروري، ممكن انك تاكلي ربيع ديال الخبز الكامل في الصباح، و يعني ما تقطعيش دان سول كوتي. عايده احلى ملاك واحلى عايده، قناتك غادي تكبر لانك صادقه ولانك تتخدمي من قلبك الاجمل في قناتك، تتشرحي من قلبك وتتحطي الفيديوهات بكل حب. لكن مني كل خالص الحب والتقدير، شكرا امل، لكن مني كل حب وكل التقدير وكل الاحترام، لانك التزمتي بالرجيم ولانك وصلتي لهدفك وحققتيه، وانت مازال مكمله بانك دخلتي لصاله الالعاب باش تكملي وتحافظي على وزنك. انا فخوره جدا 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 بك امال، والله يساعدك ويوفقك ويكمل عليك حبيبتي. نسيمه حبيبه تعيشي، نحتاجك في الخاص، عندي استشاره برك حبيبتي، دخلي عندي للانستغرام. اللحم كيزيد الوزن، اللحم الا زاد على 150 غرام كيزيد الوزن، واللحم ما خصناش ناكلو منه بزاف، خاصنا نحاولوا اننا ناكلو لي بواسون اكثر. شكرا حبيبتي، نحبك نبيل نبيل، الله يخطيك، وانا ايضا نحبك ساره الحبيبه، عقل عليا، ربي يخليك ويوفقك. كنعقل عليكم كاملين وكنعقل عليكم وحده وحده لانكم حبيباتي واخواتاتي، والهلا يخطيكم عليا. شكرا بزاف. ما عنديش انستغرام حبيبه، ما عندكش فيس؟ نو فيس ما كنكونش متواصله فيه بزاف. نسيمه خلي لي سؤال ديالك في الاسفل الفيديو وغنجاوبك. عايده الله يعطيك الصحه الغزاله، الهلا يخطيك عليا فاطمه الزهره، ميرسي بوكو ما شيري. شكرا البنات، مش غدا ان شاء الله خصني نسافر، سمحوا لي خصني نمشي نعس دابا شويه باش نرتاح. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نكون جاوبت على قدر كبير من الاسئله ديالكم. اي سؤال خليه لي في التعليقات وغنجاوبكم عليه. حبيبه استشاره خاصه، داكو خلي لي الاستشاره ديالك في الفيسبوك نسيمه، خليها لي في الفيسبوك وانا غنحاول انني نحلو، يعني ما كنحلش بزاف الفيسبوك لان الانستغرام تيجيني بلوز اكسيسيبل وبلو فاسيل، ولكن غنحلو على ودك. نبيل الله خير، شكرا بزاف. ميلانين علاش غنجاوبك، شنو السؤال ديالك عاودي فكريني. فاتي زهرة بون فواياج الغزالة، الله يخطيك، سي توا الغزالة، ميرسي بوكو. زين، ما هو أفضل وقت لشرب الماء لخسارة الوزن؟ الوقت اللي تحبي أزرة، الوقت اللي بغيتي، الصباح من تفيقي شربي كأس من قبل مع الريق، قبل يعني ما تفطري، ميس قبل ما تفطري بربع ساعة شربي كأس، قبل ما تغدي بربع ساعة شربي كأس، قبل ما تعشي بربع ساعة شربي كأس، وأونتخ هاد الأوقات فين ما يجيك الجوع هبطي على القرعة ديال الماء. شحال يوغورت شحال يوغورت من ام جي هل اكله من غرام ميلي غرام هل اكله 3 مرات؟ شنو فاش هذا ديال البطاطس، ريجيم بطاطس؟ اه ياغورت دو 110 ميلي غرام اللي معروف، 110 غرام تاع انا راه كاين ياغورت حجم معروف ديالو. ساره بالنسبه امدرا جايه عندنا اسبانيا، لا غدا السعيديه اسبانيا نجي لها ان شاء الله الرحمن الرحيم، لا سيمين ديال لو 27 ان شاء الله، لو 27 ان شاء الله الرحمن الرحيم غنجي عندكم باذن الله. نبيل نبيل بون فواياج حبوبتي، الله يخطيكم البنات، ميرسي بوكو. واش هو فيس تاعك حبيبتي؟ وربي يعيشك، تفكريني برك محتاجه استشارتك. هو وصفه عايده نفس اسم القناه. ميلانين فواكه كم فاكهه؟ جو با جو سي با دو كيل شحال ياغورت. ميلانين ما عرفتش اش من ريجيم، دو كيل ريجيم بارل تي سيل تو بلي باش نعرف نجاوبك. والايام الاخيره لم افهم كم من بيض، ما عرفتش حبيبه ديالي علاش كتهضري، كتهضري على الريجيم الصاروخي على ثلاث الايام الاولى؟ نو تو بو مونجي
زعما اوطون دو هذا دو ياغورت كو تو فو. عندك 3 ايام الاولى فيها الخيار والياغورت الكميه اللي بغيتي، 3 ايام الثانيه فيها الفواكه الكميه اللي بغيتي، 3 ايام الثالثه فيها الخضر الكميه اللي بغيتي، والثلاث ايام الاخيره فيها الصباح فطري بالبيض فيها البروتيين الكميه اللي بغيتي، فطري بالبيض تغدي بالحيمه تعشي بستاك ديال الدجاج ولا بالبواسون ولا داكوغ ميلاني. ربي يوصلك على خير وميرسي على النصائح اللي عطيتيها لنا عطيتينا. اكيد اكيد سان دوت. طريق السلامه وعطله ممتعه حبيبتي وليله سعيده. لهلا اختك اميره غو بيزو ما شيري. ميلاني كم من بيض في اليوم والدجاج؟ البيض ديري جوج حتى ثلاثه في النهار، والدجاج سيري حتى 250 غرام ماشي مشكل. الله يفرحك امين حبيبتي وفرحك. مرحبا خاصني نشوفك ملاقا ان شاء الله مع رحيم ساره اكيد كنت ما غادي نقولها لكم باش نتلاقى مع صحباتي وحباباتي. الوغ ميلاني ريجيم صاروخي وي انا شرحت لك دابا حبيبتي. داك نبعث لك السؤال كي يكون عندك وقت جاوبيني ربي يجازيك. اكيد نسيمه نجازيك انا نجاوبك ان شاء الله. اختي هذا ريجيم جديد لتخصيص الارداف المؤخره كاين حبيبتي على القناه ازرع موجود على القناه تريزور دو نوي عيودة تعيشي. نستنى تحط لي الريجيم ولا تنصحني بريجيم اخر نحتاج 5 كيلو جو فالي بيرد ان شاء الله مرحيم لا سيمين بروشين. غير تبعي معايا لو ريجيم كو جو في بوزي دومان. البنات غير حاولوا انكم غدا ان شاء الله مرحيم في هذا الوقت تكونوا موجودين ورقه وستيلو باسكو جو في لو دير شفهيا. ما عنديش راكم عارفين ما غاديش نكون في الدار دونك ما عنديش كيفاش نطيب لكم ونوجد لكم. غادي نقول لكم الفطور فوزالي بروندغ كذا كذا، الغدا فوزالي بروندغ كذا كذا، العشاء فوزالي بروندغ كذا كذا. داكوغ دونك غير وجدوا ورقه وستيلو سيفوبلي. فايز بون فواياج الحبيبه لهلي خطيك. ميلاني طريق السلامه والله يرجعك لينا بخير والف خير. الف مرحبا بك في هولندا لهلي خطيك. ان شاء الله نهار نجي لهولندا نجي عندك. كل احترام ومحبه متبادله حبيبتي شكرا. سالي مدريد رحله ممتعه بون غوت ميرسي بوكو. البنات الريجيم فوقتاش تحطوه لنا اختي دوما ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الوقت العشرة ديال الليل باذن الله نكون معكم لايف. وجدوا ورقه وستيلو البنات باش تكتبوا لو ريجيم سي فو بلي داكوغ. فوالا معاياش غدا العشرة ديال الليل ان شاء الله. اس ال اس بن بون فواياج ما بيل ميرسي ما شيري. ميلاني الف مرحبا فوق راسي لهلي خطيك الدار الكبيره عارفه اللي كاين متتبعاتي كلهم غزالات والدار الكبيره. ميرسي البنات جيتي تري كونتونت انني كنت معكم هاد الساعه وقسم لهلي خطيكم 10 الليل توقيت لاي بلد. الوغ سي جي ام تي بلس 1 داكوغ جي ام تي بلس 1 10 كل وحده على حسب البلد ديالها تشوف شحال باسكو ماروك سي جي ام تي بلس 1 دونك 10 جي ام تي بلس 1 نتوما شوفوا شحال عندكم داكوغ البنات. الوغ سور سو جو فو دي جو فو زام بوكو تهلاو في راسكم بزاف البنات تصبحي على خير والف وطريق السلامه لهلي اختك ميلاني ميرسي بوكو تصبحي بخير اختي. نحن في الانتظار ان شاء الله ان ريجيم كي فا فو بلير اي لي تري تري بون و اي لي ايفيكاس وان شاء الله الرحمن الرحيم تلقاو عليه النتيجه اللي بغيتو. والبنات سي فو بلي وجدوا ورقه وستيلو سي فو بلي لان غادي نقولوا غير بفمي ما عنديش كيفاش نحط لكم الماكله ما غادي نكون في لوطيل ما عنديش كيفاش ندير داكوغ. الوغ كنيستي ميرسي بوكو ما شيري بون فواياج ميرسي سي تري جونتي. وجدوا الورقه والستيلوات جو فوز ادور. Allez, bonne nuit, au revoir.